إبداع جديد من كتب الفن والمهارة اليدوية عالية الدقة بمفهوم أكاديمي بلمسة فنان مبدع حمل على عاتقه الاستمرار في التطوير الفكري والتحسين في الأسلوب الفني والحضور المجتمعي العالي. هو ديدن العراقيين حقيقة كلهم في أي مكان، هو إبداعاتهم ونجاحاتهم مستمرة في كل مكان، وهذه المناسبة أيضا جمعتني مع كوكب رائع من أبناء الجالية العراقية، وهذا يعني أيضا تعزيز لدور السفارة يعني في التواصل مع أبناء الجالية العراقية والتعرف عليهم على مشاكلهم على هذا. طبعا حبيت أنه أشتغل الرقصات البالية، أدرس دراسة صح على مطالب الفني اللي تتعلم، سويت أشكال هندسية لأنه كل شيء موجود بالكون وعبارة عن شكل هندسي، الأشكال الهندسية تربط مع بعض يطلع عندك تكوين، فأني بسطت الموضوع الرسم المعقد حولت إلى أشكال هندسية. الطالب ممكن يتعلم طريقة الشغل بالراقصات البالية اللي هو أصعب شيء، أنا بسطت العمل بشكل سهل جدا من خلال خطوط الأوتلاين، تقنيات الظل وضوء ونسبة التناسب. فنان تبادل مع الفكر المضمون واللوحة عشقا مخلصا نقيا، فأنجز ذلك الإبداع فكانت له عشرات المعارض، واليوم يحتفي بكتابه الثاني. نحتفي اليوم بأوميد عباس الذي يوقع كتابه الثاني، والذي تمثل في حالة فريدة من إنتاج كتابه الذي يتحدث عن رسم البالية في طريقة فنية. أوميد عباس له من الحضور العربي والعراقي، أوميد عباس من الأسماء الهامة التي نعتز بها ونفخر كونه أضاف للفن التشكيلي وما يزال لمسات جميلة. هو أسلوب رائع صراحة، هو ماسك القلم أو الريشة يعني هو أصابعه نفسها ريشة وقلم، ما يحتاج يمسك الريشة ولا القلم صراحة، هو مثل ما يقولون هو ساحر في الرسم، هو أكثر من مبدع، أسلوبه بيجذب كل إنسان بيشوف لوحاته يعني يقف مبهور أمامها. الفرشات ترقص على أنغام البالية، عنوان الكتاب الثاني للفنان العراقي أوميد عباس، والذي تميز بالحرفية والبساطة وسهولة الوصول إلى الجمهور. هبة السوداني لبرنامج صباح الخير يا عراق، عمان.